8:00 بتوقيت القاهرة ونشرة إخبارية مفصلة من النهار اليوم أحييكم. قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن بريطانيا والاتحاد الأوروبي شريكان مهمان سيستمر التعاون معهما كشركاء. وخلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند دعا بان كي مون بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى مواصلة التعاون في مجالات التنمية والأمن والهجرة. هذا التصويت جرى بعد مشاورات مكثفة ومناقشات عميقة ليس فقط في المملكة المتحدة ولكن في أوروبا برمتها. المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي سيكون عليهما أن يدخلا في محادثات مكثفة من أجل تحديد سبيل المضي قدما. وأنا أعي أنه في خلال هذه المحادثات سيكون الجو إيجابيا وعمليا. من جهة أخرى سوف تواصل الأمم المتحدة تعاونها مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لأنهما يعتبران شريكين مهمين جدا بالنسبة إلينا. فأنا أيضا أود أن أحض المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على البقاء شريكين موحدين فيما يتعلق بالتنمية المستدامة وفي مجال الشؤون الإنسانية والسلام والأمن ولا سيما أيضا فيما يتعلق بالهجرة.